السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في محافظة بدر، اليوم التاريخ 13/1/1446. اعذروني، حر شديد. في تقرير جامعة هارفارد العريقة نشر في الشرق الأوسط قبل أسبوعين، نشرته هارفارد، وهو عن كائنات فضائية، هم كذا يقولون، طبعا هم ما يعترفون بالملائكة والجن، يسمونها كائنات فضائية. طبعا هم هذه التقارير دائما تطلع من البنتاغون سنويا، بأمريكا يطلع حوالي عشرات التقارير، لكن هذا التقرير هارفارد فعلا فعلا لافت. لماذا لافت؟ لأن هارفارد العريق تقول إنه، بحط لكم الرابط حق المقال تقرون لو سمحتوا، ما تستعجلون، وأنا بختصر الآن كثير علشان ما تكون مطول علينا عيد اليحيى. يقول إن في مخلوقات فضائية تنزل بصورة بشر، أو هي موجودة بصورة بشر. القرآن الكريم وذكر لنا أن الرسل ملائكة اللي هم جبريل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل جاءوا لإبراهيم عليه السلام بصورة بشر، ودخلوا عليه بصورة بشر، واستضافهم ودخلهم البيت، وراح وقال لزوجته سارة عليه السلام شوي لنا عجل، فجاءهم بعجل حنيذ. وهو إبراهيم عليه السلام اللي هو نبي وخليل الرحمن ما فرق بينهم وبين البشر، يعتقد أنهم بشر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا إن رسول ربك، وبشروا زوجته بغلام اللي هو إسحاق، ومن بعد إسحاق يصير له ولد اسمه يعقوب. قالوا له احنا رايحين السدوم، القرية السدوم اللي تعمل الخبائث، اللي هم يأتون الرجال شهوة من دون النساء. فذهبوا أيضا إلى سدوم، ومع ذلك نفس الشيء. لوط عليه السلام، لوط يصير ابن أخ إبراهيم عليه السلام، اعتقد أنهم رجال، جاوا بصورة رجال بشر، حسني المنظر حسني، وجوه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يبقون الضيوف. حتى هو لوط ما صدق، لين قالوا له حنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وطلعوا ذيك الليلة وحصل لهم الصبح، أتاهم عذاب الصبح، ليس الصبح بقريب، واجعلنا عاليا سافلا. نفس الشيء مع مريم عليه السلام، أرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جبريل جاء بصورة إنسان. أما السيرة النبوية، دحية بن خليفة الكلبي من أجمل الناس وجها، كان جبريل عليه السلام جاء للرسول مرتين بصورة دحية الكلبي، حتى عائشة تقول رأيت دحية الكلبي، لما قالت تعرفين من هذا؟ قالت دحية، ما في غيره يعني. جاء جبريل اللي هو أعظم الملائكة الروح الأمين صورة دحية، ومرة أخرى جاءهم بصورة أعرابي، قال الحديث اللي رواه عمر، رجل حسن الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف منه أحد، وجاء وعلم الرسول ما الإسلام ما الإحسان ما الإيمان، جلس ركبته إلى الركبتين، فلما خرج قال الرسول أتعلمون من هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، لحقوا بينظرون إليه اختفى. إذن الملائكة مخلوقة من نور، والشيطان والجن مخلوقين من نار، النار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فالشياطين والملائكة يتصورون مخلوقات، يصورون صورة بشر ويتصورون صور أخرى. تعرفون حتى في حديث بني إسرائيل صورة الأقرع والأبرص والأعمى. أنا ما ودي أطول عليكم، الأدلة كثيرة متواترة. إحنا الآن جينا البدر ليش؟ أول شيء تقرير هارفارد ذا، لأنه العلم منتشر، اسمه المعلومات، يسمونه بالإنجليزي information، كيف تحول المعلومات إلى معرفة، returning information to knowledge. الناس للأسف ما يمكن يعرفون العلم من دون تحويل المعلومات إلى معرفة. المعلومات منشورة، لكن كيف تحولها إلى معرفة؟ كثير من الناس يقولوا وشو شياطين، وين الشياطين، إحنا ما نشوف. كثير من الناس عندهم شكوك، ترى مو كل الناس موقنين، ألا تجدوا أكثرهم شاكرين؟
إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، نقيض له شيطانا فهو قرين. مذكر القرآن أن المجرمين يرسل عليهم أو معهم شياطين تأزهم أزا، يعني الأدلة كثيرة أن الجان والشياطين وإبليس يتصورون صور بشر للشر طبعا أو للإعانة على الشر، وأن الملائكة تأتي بصورة بشر للخير، وهذا موجود ومتفق عليه بالأديان كلها. فهنا في معركة بدر لما حصلت الثراء الجمعان، قريش تعرفون بدون ما أذكر لكم قصة بدر معروفة، فلما وصلوا إلى المكان وبدأوا يتشاورون نكمل حرب ما نكمل، قالوا بعض عقلاهم احنا بيننا وبين بني بكر من عبد مناع اللي هم المدلجيين ثارات، نخاف يجونا من ورانا، لأنهم هم الآن قريش تركوا وادي قديد جنوبا شرقا عنه. زين، جاء الشيطان إبليس، جاء شو الحين آية قرآنية بأرسلها لكم، جاءهم بصورة من؟ سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، جاءهم صورة فارس ومعه رايف، وقال لهم لا غالب لكم اليوم وأنا لكم، أنا أجيركم من الناس وإن شاء الله، لأنه هو من بني مدلج وسيدهم. هذا هو سراقة بن مالك اللي لحق الرسول يوم الهجرة قبل سنة من الوقت. سراقة المسكين جالس في قديد، ما جاء ولا شيء، إبليس جاء بصورة سراقة وكان ينزل معهم ولا يرون إلا أنه سراقة. لما ترى الجمعان ونزلت الملائكة على هذا، كان النفود، نزل جبريل، زين نزل جبريل اسمه كذيب الملائكة، شافوا هو، لأن الشياطين تشوف الملائكة، الله يقول بالقرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، ما الشياطين يرون لكن حنا لا نرى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو النبي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الوحيد اللي رأى جبريل بصورته الحقيقية سد الأفق، فذهب خائفا، دثروني، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الباقي كان يجيه الرسول بصورة دحية الكلبي أو بصورة رجل حسن الثياب كذا كما في الحديث، لأن الإنسان لا يحتمل أن يرى الملائكة بصورتهم الحقيقية. كذلك الناس لا يستطيعون أن يرون الشياطين والجن بصورتهم الحقيقية ولا يموتون. ولذلك لما شاف الشيطان سراقة بن مالك جاي بصورة سراقة، شاف الملائكة تنزل، نكص على عقبين يرجع يهج منها جهة الجنوب، تمسك فيه هشام بن الحارث، قال وين يا سراق وين؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. الآية يقولون بعض الروايات أنه لما تمسك فيه ما يبغى ويهرب نخر بوجهه، يعني أنت الشيطان إبليس مو بس الشيطان، إبليس الكبير، نخرة يعني طلع فجأة كذا بصورته الشيطانية النارية، أغمي عليه هشام بن الحارث، سقط مغميا عليه. الغريب أن الأفلام والمسلسلات اللي تشوفونها اللي تجينا من الغرب دائما يأتون وجه الرجل المتلبس فيه فينقلب فجأة صورة شيطان. هم يعرفون، هذول اللي ينتجون الأفلام عارفين كل شيء، قارين التوراة وقارين الإنجيل ويعرفون اللي وارد في القرآن، ويعرفون أن الشياطين تأتي بصور بشر وتملي على الناس وتعلمهم وتضلهم، هذه حقيقة. حتى انه فيها افلام اللي هي الانيميشن اليابانيه، رجال من الفضاء يزورون الارض فيقدمون لهم ماء يعيون، يقول لا احنا ما نشرب الماء. شوفوا الاساطير اليابانيه البعيده كل البعد عن الشرق وعن الاديان السماويه الثلاث، عندهم هذا الاعتقاد، عندهم هذه الايمان، يعرفون هذا الشيء. فما قضينا، جاء رجل من نجد لما كانوا في دار الندوة يسمعون كيف يقتلون الرسول، جاءهم رجل عليه جبة منصوف، أثره الشيطان إبليس، قال هو اللي اقترح عليهم وأيد رأي أبو جهل أنهم يأخذون من كل قبيلة شاب نهد صل فيضربون الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبيلة. قال هذا الرأي، يقول هذا رأي أبو جهل، رأي الفتى هذا لا رأي غيره. فحنا ما نستغرب تقرير هارفارد، والقرآن الكريم ذكر أن السماوات ومن فيهن
ذكر أن السماوات هذه والكواكب فيها ملائكة وفيها أنواع الملائكة، طبعا الشياطين تحت، ولذلك هم يروحون يسترقون السمع ويأخذون لمن خطف الخطفة، وثم يجون كذول اللي يقرون الطالع ويقولون بيحصل كذا، هم أخذوها من الشياطين. ليش حنا مستغربين؟ والله تقرير مدري جاتهم تقارير، ما جاتهم تقارير ولا شيء، هم يخطفون الخطفة. من أول كانوا يأخذون المعلومات كاملة، لكن لما الله حمى السماء كانوا يخطفون الخطفة ويصنع منها 20 كذبة. فكل اللي تشوفونهم دول اللي يسمون منجمين وذا كلهم يأخذون. ليش؟ لأن الملأ الأعلى ما فيه ماضي وحاضر مستقبل، حنا مولودين قبل ما نولد، مكتوبين عند في أم الكتاب، لازم حنا نعرف وش الوقت في الحياة الدنيا. هم يعرفون وش اللي بالمستقبل، مكتوب كل شيء. هذه الشياطين، ما ودي أدخل بالموضوع ذا اللي هو الملأ الأعلى وكيف الشياطين يخطفون المعلومات المستقبلية. حنا إذا عرفنا هذه الحقيقة وعرفنا كيف الملائكة ساعدوا المسلمين ويساعدون المؤمنين في كل وقت وزمان، حتى ذولا الحين دائما أقرأ عن الفلك وأنهم سيجدون، هو يوجد حياة بالكواكب، حياة فيها ملائكة. كل هذه الظواهر من أقمار، من مدري إيش، مركبات فضائية وأشياء أسرع من الصوت، كلها ملائكة. أنا أرى والله أعلم، لأن الله ذكر أن السماوات فيها ما فيها، وفي الحديث ما فيها موضوع شبر إلا ملك ساجد. أما السماء محفوظة من الشياطين إلا من خطف الخطفة واسترق السماء. فالكواكب الأخرى البعيدة ما فيها حياة، ما فيها ماء، ولا غير قابلة للحياة البشر. الأرض، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، الباقي ملائكة، لمن لا يؤمن فليؤمن. لأن هذا موجود الغريب، إحنا نسمع على حديث جبريل جاب صورة دحية الكلب، لكن ترى الإيمان والتصديق غير اليقين. هذا تقرير هارفارد، شوفوه قدامكم. وهذا مسجد العريش اللي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ربه فاستجيب له. وكما ترون العدوة الدنيا اللي هم هنا المسلمين، عند هنا الكثيب الرملي، ها هنا اللي نزلت عليه ملك، وراها العماير. المعركة حصلت في هذا الشعب هنا في هذا الوادي بالضبط. والشهداء لما انتهت المعركة، لأن هذا مجرى وادي وفيها الآبار، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يدفنون الشهداء في المكان المرتفع علشان ما يجرفهم الوادي. ولا المعركة حدثت هنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقيم له العريش ها هنا. فالمعركة حصلت ها هنا، والبئر اللي دفن فيه أبو جهل وصناديد قريش هنا. من الأشياء أيضا المعجزات، بعد ما قتلوا يعني وسحبوا بوسط القليب، أمر لأن الأبار كلها دفنت، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفنهم في القليب، لأنه ما يريد جيفهم تصير مكشوفة. شوفوا الإسلام يعني حتى وهم أعدائهم في القليب اللي أصلا يعني دفنت أو دفنوها إلا واحدة عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزود منها. فسحبهم، يعني تعرفوا بعضهم اللي مات قبل ساعة واللي نص ساعة واللي على وشك، وأكثرهم ماتوا يعني 70 من المشركين. لما رميوا بوسط القليب، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على رأس القليب هنا، قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كيف تكلم جيف؟ قال: ما أنت بيسمع منهم، يعني هم يسمعون زي ما تسمع. طيب، الآن أثبت العلم أن الجسم عندما يصاب بجراح وينزف يموت على شوي شوي، يعني الجسم يبدأ يتخلص من الأجهزة، وآخر ما يبقى سبحان الله العظيم الدماغ يصير آخر ما يموت، يصير مغمي عليه وما يتحرك وما يتكلم، لكنه يسمع. سبحان الله العظيم، شيء عجيب، يعني الإعجاز هذا اكتشف يعني ما هو قبل 20 سنة ولا 30 سنة، في الأربع سنوات الأخيرة هذه، إن الدماغ يظل حي لمدة معينة بعد موت صاحبه، والرجل ميت.
لكنه الدماغ يسمع حي، لأن الجسم هو آخر ما يموت فيها الدماغ، والدماغ أيضا يتكون من عدة أجزاء، هو فيها جزء هو آخر ما يموت، هو يسمع ولكنه لا يقدر يتكلم ولا يقدر يتحرك، فالجسم هو يموت كله فجأة، يموت على شوي شوي، وهذا من الإعجاز وما ينطق عن الهواء.